لو دلال يبقى لسه والسنه دي لسه خاصه وجبنا من الطريقه ريقه للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا مشاهدينا الكرام متابعي شاشة قناة الصحة والجمال، مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 100 طريقة للجمال. النهاردة في حلقتنا هنتكلم فيها عن جراحات تجميل اليد. طبعا اليد هو عضو او جزء مهم جدا من الاجزاء الموجودة بجسم الانسان وبيعتبر من المحركات الاساسية لبقية الاعضاء جسم الانسان. طبعا اليد نقدر ان احنا اليد بشكل عام نقدر ان احنا من خلاله ان احنا ناكل ونشرب ونمارس حياتنا بشكل عام وبنشتغل ونمارس الرياضه، وبالتالي ممكن اليد انها تتعرض لبعض الاصابات او بعض الصدمات او بعض الكدمات او بعض المواقف اللي ممكن انها تاثر عليها من قطع في الاوتار الايد او كسر في العظام الايد. وايضا اليد بيكون لها مدلول نفسي قراني طبي، يعني لما بنيجي ان احنا نلوح نقول مثلا خمسه بنعمل كده خمسه وخميسه، يعني ان احنا بنلوح لخمس الايات لسوره الفلق. طبعا سوره الفلق احنا عارفين سبحان الله بتساعد على ذهاب السحر او الحسد او الاعمال طبعا السيئه. خلينا النهارده هنتكلم عن كيفيه تجميل شوهات اليد ونتكلم عن اليد بالشكل العام بمدلولها النفسي الطبي القراني مع ضيف حلقتنا النهارده اللي مشرفنا على شاشه قناه الصحه والجمال الدكتور رأفت جوهر، استاذ دكتور جراحه التجميل وجراحه اليد بالقصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور رأفت، مشرفنا يا دكتور النهارده على شاشه قناه الصحه والجمال، منورنا يا دكتور. النهارده يا دكتور هنتكلم عن جراحات اليد وجراحات تجميل اليد، لكن خلينا قبل ما نبدا يا دكتور نوضح وننوه للساده المشاهدين عن سؤال حلقتنا النهارده ونقول لهم ماذا تفعل اذا تعرضت لحروق في اليد. سؤالنا مره ثانيه للساده المشاهدين، ماذا تفعل اذا تعرضت لحروق في اليد؟ لو في اي اسئله او استفسار او مشاركه لسؤال حلقتنا النهارده يرجى الاتصال على الارقام الموضحه اسفل الشاشه. نبدا النهارده يا دكتور رأفت، وخلينا في البدايه نوضح للساده المشاهدين، يعني خلينا نتكلم عن نبدا نقول يعني هل في تخصص لجراحه اليد بالبدايه؟ تخصص جراحه اليد ده تخصص قائم بذاته بالنسبه لجراح التجميل او جراح العظام، وده من تخصص قائم بذاته لوحده، له كتبه ومراجعه لعلمه. وجراح اللي بيشتغل في جراحة اليد لازم يكون دقيق جدا في عمله وعنده خبرة واسعة جدا في علم التشريح بتاع الايد والمشاكل اللي بتصيب الايد سواء من اصابات او عيوب خلقية او امراض وطرق علاجها، لان اليد هي زي ما حضرتك قلت اللي هي بتدينا الاحساس باللي حوالينا، بتخلي الجسم يحس بالمحيط، بتتفاعل وبتخلينا نتفاعل معاه نغير من راى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني تخليك تغير اللي انت عايزه. تمام. يعني هو يعني الايد يعني الايد احساس وجداني، يعني احساس وجداني والايد يعني سبحان الله ربنا ابدع في خلقها، يعني خلقها من يعني انسجه كثيره جدا من زي جلد لعضلات لعظام لاوتار لشرايين لاعصاب وعظم، وكل ده بيشتغلوا بصوره يعني بتناغم وتناسق يعني دقيق جدا وعظيم جدا. وفي نفس الوقت الايد دي اكتر مكان فيه احساس في الجسم، يعني هو يقدر يحسس لك ما بين من غير ما تبص ما بين الخشن والرفيع، ما بين الناعم والطري، ما بين السخن ما بين السائع، فهي يعني اداه مهمه جدا. فالمفروض اللي هيشتغل على جراحه اليد او يشتغل عند حد عنده اصابه في اليد ان هو باي طريقه يحاول يرجع له الوظيفه وعلى قد ما يقدر الشكل. سبحان الله يا دكتور، يمكن يعني رغم ان اليد يعني بتحتوي على عظام الا انها مرنه بقدر ان انا احركها يعني وبشعر بيها، يعني وتوزيع العظام يعني بقول لك ساعات صوابعك مش طول بعضيها، صوابعك مش طول بعضيها، مش زي بعضها، لكن لو عملت كده
كلهم طول بعض. هيبقوا طول بعض اه. ليه؟ لان التوزيعه وكمان هنا التانيات اللي هنا هنا ايه، لو بصيت، لو بصت الكاميرا هنا كده 81 وكده هو 18 99 هم اسماء الله الحسنى. يعني دي موجوده انا لقيتها في يعني في كل الناس. سبحان الله لازم ليها مدلول يعني. انا ما اقدرش اقول، لكن يعني ملهاش موجوده في كل الناس يا دكتور. حتى الناس يعني مهما كان ديانته، مهما كان ديانته ده خلق الله يعني. خلق الله يعني ما سبحان الله. طب دكتور رأفت، يعني جراحه اليد احنا بنتكلم ونقول مثلا ان جراح دكتور التجميل، دكتور تجميل مثلا في معظم مثلا حالات معظم اعضاء الجسم، لكن حضرتك يا دكتور وضحت ان اليد ده جزء مهم جدا، ولازم يكون الدكتور التجميل ده يكون مخصص لتجميل اليد. لان في حالات يعني يعني عنده شغف او عنده حب ودارس جدا جراحه اليد عشان يفيد العيان، لان اللي مش دارس ومش عارف ممكن يضره. في عندنا يعني مثال في الطب انك افيدك وما ضركش، يا ما اعملكش حاجه يا ما اقربش. ما اقربش منك يعني دكتور رأفت احنا بنشوف بعض مراكز التجميل اللي بتكون يعني عاوز اقول يعني مركز تجميل كوكتيل، بيبص تلاقي ايد على رجل على اذن على. خلينا بقى نتكلم وننصح الساده المشاهدين، ننصحهم يعني ان خاصه ان يعني احنا موضوع حلقتنا اليد ده جزء مهم جدا وحساس جدا للغايه. يعني تقول لهم يا دكتور رأفت؟ هقول لهم اول حاجه يعني لازم تتاكد يعني دكتور جراحه تجميل مش اي حد، او العظم مش اي حد بيشتغل جراحه يد. في جمعيه جراحه اليد في مصر وفي ليها اعضائها، وجمعيه شغاله في جميع جامعات جمهوريه مصر يعني، وعاملين شغل كويس جدا. فهم دول المتخصصين يعني، مش اي حد، مش في المراكز. لان جراحات اليد دي هنخش مثلا نبدا مثلا بالتجميل اليد. تجميل اليد هيبتدي مثلا الايد لما بتعجز بيبتدوا يحقنوا فيها ما يسمى بالميزوثيرابي، فيتامينز على كولاجين على ما اعرفش ايه، وطلع حاجات جديده لسه تحت التجربه ما ثبتتش. الخلايا الجذعيه، ليه الخلايا الجذعيه والبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه دي برضو لسه ما ثبتتش، لسه تحت الاختبار. وفي ساعات ناس بتبقى مش في السن، خاصه الستات بتبقى ايديهم بتبقى رفيعه جدا واوترهم باينه وعروقهم باينه، بيسموها ايد معقربه. يعني ريت تجيب صوره ليها لو إيد. في صوره للدكتور يا ريت نوضحها لنا. تمام. دي بناخد دهنه من نفس الانسان من نفس الست وبنصف الدهنه وبنحقنها. تمام. ففعلا تمام. بعتذر لحضرتك يا دكتور عن المقاطعه، احنا يمكن معنا دلوقتي اتصال ابراهيم من الجيزه. ابراهيم السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا ممكن اسال بس الدكتور سؤال؟ اتفضل. دكتور والله انا بس كنت عايز اعرف يعني ايه الاسعافات الاوليه اللي ممكن الواحد لو يعني بيتعرض كتير قوي لحروق في الايد، ممكن ايه اللي انا وانا في البيت يعني بسمع ناس كتير قوي ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط. معلش يا استاذ يعني ابراهيم بس عيد السؤال تاني على الدكتور. استاذ ابراهيم معلش عيد السؤال تاني على الدكتور لو هو ما سمعوش. حضرتك يا دكتور ناس كتير قوي بتقول لنا يعني ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا، يعني لو في حرق في الايد ومثلا انت في البيت كده ممكن تحط عليه دقيق او تحط عليه نشا حاجه زي كده، فالكلام ده صحيح ولا ايه اللي يعني ممكن احطه اول حاجه احطها بعد ما يحصل حرق في الايد؟ لا تمام. بس حضرتك اول تمام. حاجه شكرا ابعد. شكرا يا استاذ ابراهيم، والسؤال والدكتور هيجاوبك على سؤال حالي. اول حاجه يا استاذ ابراهيم ابعد عن انك تحرق ايديك، لان دي حاجه قيمه جدا. تاني حاجة يعني أول شيء أو أول حاجة تتعمل لما الإنسان يتحرق يحط تلج، يحط مية ساقعة متلجة على مكان الحرق، لأن جسم البني آدم بيمص الحرارة. فالحرق لو لحقته بحاجة ساقعة هيفضل على الجزء السطحي، مش هيتعمق. يعني الحراره مش هتتعمق ايه داخل الجلد. يعني اول حاجه محلول ملح او ميه ساقعه متلجه او تلج، ويستحسن يكون في يعني زي شاشه او كلينكس ما بين الجلد وما بين التلج، عشان التلج برضو ممكن ياثر. يعني سيد رحمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لو ما قالش وسلاما كان التلج يعني في فروست بايت، التلج ممكن يعمل يموت يموت. فيعني ففعلا بيكون
ده الحل الامثل. اول حاجه ساقعه على الايد. يمكن في يا دكتور يعني بعض العادات والتقاليد السيئه ان هو مثلا بيحط عليها بعض المواد الزيت، يعني بتبقى حاجات يعني ممكن تضر يعني. لا هو اهم حاجه ساقعه عليها، وحاجه ساقعه تريحه من الالم، وبرده لحد ما يروح للدكتور يعني لحد ما يروح للدكتور يشوف الحرق ده درجته قد ايه، محتاج علاج ايه. يمكن احنا هنتكلم في حلقتنا دكتور قدام شويه عن طبعا الحروق والعلاج بالتفصيل دي يعني لسه في جزء العلاج بالتفصيل. خلينا نرجع دكتور ونتكلم عن تخصصات اليد. الدكتور لازم يكون متخصص في اليد، متخصص في الرأس. يعني اللي انا قلته بالنسبه لحقن الدهون برضو لازم يكون متخصص جدا، تمام، والا ممكن يعور حاجه. بعد كده في بقى اللي هو مع السن بيطلع نمش او حبوب في الايد، دي حلها الليزر. مش اي ليزر، الفراكشنال ليزر. زي كل ليزر له شغلانه يمكن معينه. نرجع ونقول يا دكتور نقطه ثانيه، المراكب بيبقى عندهم جهاز بتاع شيل الشعر بيشغله في كل حاجه. لا ده جهاز مخصص انه يشيل الالوان البني او الفراكشنال ليزر ده لوحده، يعني قصه لوحدها. كل ليزر، اللون البني لليزر، اللون الاحمر لليزر، الوشم لليزر، الشعر لليزر، يعني كل حاجه ليها ليزر من مواد مختلفه. وكذا. يعني اعزائي المشاهدين احنا نرجع برضو لنقطه مهمه وننصح حضراتكم ان كل علاج بالليزر ليه الجهاز ليزر مخصص. كل علاج سواء تجميل او علاج شوات او ما شابه ليه جهاز ليزر خاص بيه، ويسأل وما ينفعش يكون في جهاز ليزر متخصص لجميع الحالات التجميلية. مفيش. كل مشكلة ولها جهاز علاج ليزر خاص بيها. تمام كده يا دكتور؟ تمام كده. تمام. نتكلم في نقطة تانية مهمة يا دكتور. هل يا دكتور رأفت في علاقة بين جراحات التجميل والمدلول النفسي الطبي القرآني لخمسة لعلامة خمسة او كده، لما انا مثلا اجي اخمس يعني هو يعني خمسة. خمس ايات اللي هي اقول اعوذ برب الفرق، دي خمس ايات. طلع ان فعلا دورت في النت وكده لقيت ان الخمسة تعني الخمس ايات بتاع سورة الفرق. فكده كأن خمسة وخميسة او البتاع اللي هو يعني انا يعني باخد الحسد منك. والخرزة الزرقاء ديت لقوا ان اللون الازرق من ايام الفراعنة ده بيمتص، ان بيقول ان الحسد ده طاقة تطلع من عين الحسود. يعني فهو بيمتص الطاقه، هو اللون الازرق بيمتص الطاقه دي. يعني برضو يعني عشان بس يعني احنا نوضح اهميه للساده المشاهدين اهميه الكف، ان احنا بنعمل خمسه بالكف يعني مش باي عضو اخر. لا مثلا لا بالعين بالكف او لا خمسه او باللسان مثلا بيعملها كده خمسه بيعمل له كده خمسه بيعمل له كده. تمام يا دكتور. نتكلم بقى يا دكتور في نقطه مهمه جدا ونقول ايه هي المشاكل او الاعراض اللي ممكن انها تصيب الكف او اليد، خاصه في ظل ان اليد طبعا قلنا جزء حساس جدا وجزء مهم، بناكل بيه، بنشرب بيه، بنمارس هواياتنا، بنمارس الرياضه، بنشتغل فيه. طبعا في حداد، في حداد ان الايد يعني يعني المهنه الثقيله كل حاجه. فيعني نبدا اكتر حاجه يعني او اكتر حاجه بتصيب اليد بالنسبه للامراض اللي هو الضغط على عصب اليد الاوسط. ده دايما بيبقى اكتر في الستات من الرجاله، لان هنا بيبقى في قناه هنا مجرى ماشي فيها تسع اوتار ومعهم العصب. ده لما بيحصل اي تورم في المنطقه بيضغط على العصب، فالاول يبتدي يدي تنميل في الاصابع والام، وبمرور الوقت لو ما تعالجش بعمليه او بحقن معينه بيحصل ضمور في العضلات وبيحتاج لعمليات بقى نقل اوتار والاخر. ودي بيسموها يعني متلازمه كاربال سندروم او ضغط على العصب الاوسط بتاع اليد. بتبقى موجوده في السيدات اكثر في السيدات من اكثر من الرجاله. تمام. وهي تحس تصحى الصبحيه تحس بيها الصبح اكثر من بالليل. تمام دكتور. نتكلم بقى في يعني نتمادى اكتر في الحالات اللي ممكن انها الاصابات انها ممكن انها تصيب او تؤثر على اليد، مثلا في كسر في العظام، عظام اليد مثلا. يعني طبعا لو يعني في برضه حاجات تانية بس يعني بعد اذنك اتفضل. مهمه اللي هو التهابات الاوتار. التهابات الاوتار دي دايما برضه مش مهمه في الستات اللي هم بيحركوا صباع الابهام في هنا يعني 8 او 6 مجاري أو مجاري موجوده
فيها اوتار ماشيه، كل وتر ماشي في حته. هنا بيحصل التهاب عصب بيسموه دي كيرفن ديزيز، ده بيعمل الام شديده جدا، وده يا بيتحقن كورتيزون موضعي يا بيتعمل عمليه يسلك الايه الاوتار يعني الاوتار من. طب يا دكتور طب ده بيبقى بسببه يعني بيرجع لايه؟ الاحتكاك، كسره الاحتكاك او بيشتغل بايديه يعني. في ساعات يعني حاجات تخترك ان انت تغير وظيفتك لو يدويه قوي تغيرها، والا هيرجع لك نفس الالم. تمام، معنا اتصال دلوقتي يا دكتور رأفت من الاستاذ ناجي. استاذ ناجي السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسال بس الدكتور سؤال؟ اتفضل يا استاذ ناجي. يعني يا دكتور لو سمحت، انا كان عندي حرق في ايديا كده والكريمات مش جايبه معايا اي نتيجه، يعني بحط كريمات كتير ومش جايبه معايا اي نتيجه، فمش عارف اعمل فيه ايه، والشكل يعني مش لطيف شويه. لا حضرتك الحرق يعني لونه غامق ولا جلد مكرمش ولا لون الحرق؟ غامق فاتح يعني. غامق. لا ده احسن حاجه ليه، في كريمات معينه بتفتح البشره، دي كريمات معينه او عن طريق الليزر. طيب تمام، يعني هما دول كريمات معينه للتفتيح او الليزر، هما دول اللي ممكن يجيبوا لك نتيجه كويسه في الحاله بتاعتك. تمام شكرا يا دكتور. بشكرك يا استاذ ناجي على الاتصال. نرجع لحلقتنا دكتور، لكن انا عاوز اعلق على نقطه مهمه جدا للاتصال الاستاذ ناجي. ممكن يا دكتور يكون يعني الاستاذ ناجي بيستخدم كريمات او مرطبات ماشي يعني ذات قيمه طبيه او مستحضرات يعني طبيه، يعني مش ايه يعني غير لا في كريمات معينه تفتح الحاجات اللي هي مش طبيعيه. يعني مش انا مثلا اسمر فاحط كريمات يبقى لوني فاتح، لا اللي هي كريمات بيسموها يعني الغمقان ما بعد التهاب او ما بعد حرق، ده بحط له كريمات معينه بتفتحه او بستخدم له الليزر بيفتح. بتكلم يا دكتور مثلا في النقطه اللي هو بيستخدم كريم مثلا او 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 مرطبات ما تكونش يعني مش هي مش معروفه مش معروفه مستحضرات تجميل يعني يعني ما يعني حد قال له معموله بطريقه يعني مش بتقنيه عاليه جدا، مش بتقنيه عاليه او مش دكتور مش بخلفيه مش بخلفيه طبيه يعني. تمام نرجع دكتور ونتكلم في الاعراض اللي بتصيب الامراض اللي بتصيب في حاجات برضو اللي هي يعني قبل قلنا التهاب في الابطال، في حاجات الاورام، في ورم شائع جدا بيطلع بيسموه هو الكيس الزلالي، وده ممكن بيطلع في ظهر الايد او في بطن الايد او مع الاوتار، وده بينتج نتيجه ضعف في الاربطه بتاعه المفصل بتاع في اليد. الضعف ده بيخلي المفصل عشان يحمي العظم بتاعه يفرز السائل الجيلاتيني بتاعه بكميه كبيره، فبالتالي يزيد عن حجم المفصل، فبيعمل تورم كيس لبره. وصاحب اللي عنده الكيس ده يلاحظ لما بيستعمل ده كتير بيصغر بيكبر، ولما يبطل يصغر. وعلاجه في الستات ده انا دايما بقول نشفطه، لان الجرح في ظهر الايد وحش، ابره تخينه ونشفط وتحافظ عليها، وكل مثلا 6 اشهر ولا سنه تيجي تشفطها تاني. هو بيبقى دايما دكتور يعني لو عالجناه مثلا عند السيدات من اول مره شفط بيرجع تاني بعد فتره كبيره؟ احتمال كبير. طب فيها دكتور علاج ممكن ان احنا نستخدمه ان هو ما يخلوش يرجع تاني، يبقى درجه الشفاء نهائيه؟ لا من غير جراحه. لا ليه يا دكتور من غير جراحه؟ لان هو اساسا في ضعف في المفصل، فلازم اشيله الكيس، اشيله من جذوره زي ما بيقولوا من جوه المفصل. من جوه المفصل، فلازم اشيله بجزء من جدار المفصل واشيله كله. والا هيرجع تاني. بس هو المشكله برضو ان هو زي ما طلع هنا ممكن يطلع هنا تحت، ممكن يطلع في يعني في حته ثانيه. يؤثر يا دكتور بقى يعني هو ممكن يؤثر على كذا جزء من اجزاء اليد؟ ممكن يطلع ممكن في اي حته، وهو يعني شكل ما هواش يعني علاجه للشكل وليس للعرض. يعني مش هيضيع الم. هو الم سببه ان الاربطه بتاعته ضعيفه. بيلبس سناده مفصل الرزغ يعني يعالجها بطرق يعني سلميه. احسن ما طرق سلميه ما تاثرش بعد كده عليه، او ما يكونش ليها اثار جانبيه. ما تعملش اثار جانبيه.
طبعا يا دكتور هنتكلم في جزء اخر، هو مثلا ايه فقدان الانسجه او كسور اه عظام. طبعا يعني الايد دي اكتر حاجه معرضه للاصابات، لان هي الجزء اللي الانسان بيستخدمه، فاصابات اليد دي يعني مجالها من اول يعني جرح صغير الى بتر. وطبعا يعني مرورا بقى ان في جلد ناقص فبنعوضه، في وتر مقطوع بنصلحه سواء في الاوتار اللي بتقبض او الاوتار اللي بتبسط الايد، ودي كل مكان ليه طريقه في الاصلاح. وفي مناطق يعني معينه زي المنطقه من هنا لهنا دي يعني ممنوع حد يخش فيها غير اللي يكون حد متخصص قوي، متخصص جدا. لان هنا بيبقى فيه وترين فممكن يلزق الدنيا والصباع يقف، اي الصباع يقف ما يتحركش ما ميبقاش هيلزق مرن. هيلزق يبقى الوتر مش هيحركه، فدي مهمه جدا يعني. وفي بعد كده هو طبعا اصابات العظام، وتشوي بقى من تثبيت باسياخ معدنيه او بشرايح ومسامير. و احنا معانا يا دكتور صوره اهي على الشاشه، دي صوره، ده اللي هو ما يسمى عليه اصبع الزناد. ده بيحصل يعني ايه، ان الاوتار الاوتار بتاعت الايد بيحصل فيها تضخم، فيجي يتني الصباع زي ما شايفين كده، الحته التخينه دي تمنعه ان هو يرجع تاني، وده اسمه اصبع الزناد. ده هو بيبقى دايما في السبابه وفي الصباع الاوسط معظمهم يعني، وعلاجهم ان هو بنحقن فيه كورتيزون، اللي هو لسه حاجه صغيره، كورتيزون موضعي مش للجسم، يعني كورتيزون موضعيا بيقلل الورم، او ان كان شديد قوي بعمليه صغيره بنج موضعي. بس لازم في جراحات اليد كلها لازم بيكون حاجه تحت حاجه اسمها التورنيكيه. التورنيكيه ده هو زي جهاز الضغط، بعد ما بنفضي يعني نلف الايد جامد ونفضي الدم منها يتنفخ، بحيث لما تبقى ايد احنا شغالين تبقى بيضه بيضه، عشان نشوف كل حاجه، عشان ما نعورش، لان انت ايه داخل تفيد ما تضرش، يبقى في وجود الدم مش هتشوف. طب ازاي بيتم تشخيص الحاله دي يا دكتور؟ يعني ازاي المصاب يعرف ان هو مثلا عنده اصابه خطيره او هي في بدايتها؟ او في بدايتها هو بيجي بيبتدي يلاقي صباعه بيعلق، يعني هو بيجي يشتكي ان صباعه كلهم بيتفردوا، ده بيعلق الاول على خفيف، وبعدين يبتدي يوجعه، وبعدين يبتدي يوصل ان هو مش عارف يفرده خالص، فبيلجأ لدكتور مثلا العظام او لدكتور جراحه يد يعالج له المشكله ديت. تمام، ننوه برضو للساده المشاهدين تاني ان اي مشكله في الايد لازم دكتور جراح اليد، لازم دكتور متخصص اليد. معانا اتصال دلوقتي من استاذه امينه. استاذه امينه السلام عليكم. من فضلك يا استاذه امينه اتصلي بينا تاني لو الاتصال اتقطع. نكمل يا دكتور، وخلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا ايضا، من الممكن انها تصيب اليد تشوهات الخلقيه. تشوهات يعني الخلقيه احيانا أنا بيكون بسمها انسان مريض مولود بتشوهات، يعني تشوهات ما بعد الولاده، يعني ما بعد الولاده تبارك الله، يعني ما يعني بتحصل مشاكل. يعني هو التكوين لو يعرف يجيب لنا تكوين الايد، بتتكون من حاجه يعني بادز حاجه صغيره كده وتبتدي تكبر، وبعدين الصوابع بتاعت الايد بتبقى كلها عامله زي الزعانف بتاعت السمك او بتاع، يعني كلها فيها غشاء ما بينهم. ففي اكتر حاجه يعني عامه في العيوب الخلقيه اللي هي التصاق الاصابع، يورد مثلا حاجه شائعه جدا، اصابع لازقه في بعض سواء الاثنين سواء ثلاثه، وده طبعا يستحسن او لازم يعني ان هو يفكهم في عمر قبل دخول مدارس على سن 6 سنين، ما يتاخرش. اول حاجه نفسيا، وبعدين علشان لو الصباع الصغير الاصغر او الاقصر هو اللي لازق في الاطول، هيعوجه للناحيه الثانيه، فهيحصل ضعف في المفصل الناحيه دي، هيبقى صباع ده معوج، فلازم من بدري نعمله. لازم من بدري. من بدري وبعدين تيجي هتلاقي اكتر حاجه اللي هو الاصابع الزائده. الاصابع الزائده من اول حته جلده يعني لازقه في الايد الى اصبع كامل بكل عظامه وكل اوتاره وكل حاجه،
وده بيبقى موجود اصبع زياده. احيانا دكتور بيكون في يعني اصبع واصبعين، يعني بيكون يبقى عنده ست صوابع. ست صوابع وسبعه. وسبعه وفي بيسموها ميرور ميرور هاند، تبقى عنده 10 صوابع في كل ايد. 10 صوابع في كل ايد؟ في كل ايد، يعني عنده 20 صباع؟ 20 صباع. هو طبعا يعني وظيفيا ما فيهاش مشكله، بس هي المشكله بيبقى شكلا الصباع الزياده ده مش طبيعي، مش طبيعي قدام الناس. بيبقى صعب برضو يا دكتور في عمليه التجميل او في عمليه اعاده ضبط اليد. ما انت بتعتمد بقى وبتتابع المريض، بتشوف اكتر خاصه في الاطفال اكتر صابع بيستعملهم، يبقى هم دول اللي هتخليهم له، ان هم دول اللي واصلين للمخ ان هم بتوعه، والباقيين بتعمل لهم دراسه ازاي هتشيلهم. يعني هو مثلا يعني 10 ده بتبقى حاجه. يعني دكتور بيبقى الصوابع اللي بيستخدمهم الطفل، وليس مثلا ان هم يكونوا يعني الصوابع اللي هي الايه اللي هي الزياده بيتم ازالتها، بس الصوابع اللي بيستخدمها مش الزياده، مش الصوابع الزياده. لا مش حكايه تعد 1 2 3 4 وتروح لا. لازم تبقى اللي هي وظيفيا شغاله. وبعدين ثالث حاجه كومن او عامه شائعة اللي هو يبقى الاصبع. تمام، يمكن معانا اتصال دلوقتي الاستاذه امينه. استاذه امينه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، ان كان صباعي طالع فيه خراج من سنه ونص، وبعدين الدكتور فتحه لي، فالعقله الاولانيه متنيه ومنمله. وصباعي كله كده متني، مش بقدر استخدمه في اي حاجه. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان بيكون الطبيب مش متخصص، فهو فتح لك قطع الجلد وقطع العصب اللي تحتيه وقطع الوتر، فبالتالي طبعا الصباع المنطقه بتاعته كلها اتدمرت، سواء اعصاب او اوتار. طب يعني هو ليه حلول، حلول ان هي ممكن نشوف الوتر اللي اتقطع يعني اتعمل، والعصب اللي اتقطع ممكن نعمل له توصيل اعصاب او ترقيع عصبي. ممكن طبعا الحاجات دي تتصلح، عشان كده. لكن هي المشكله حضرتك ان اللي رحتي له مش متخصص في جراحه اليد، عشان كده اللي انا بقول لحضرتك بيعمل مشكله. هي مش حكايه خراج واعمل، لا في تحتيه اعصاب وتحتيه اوتار وتحتيه حاجات لازم احافظ جدا. يعني هي ممكن طبعا تتصلح حالتها وتشاف ايه بالظبط وايه الحاجه وتتعمل. استاذ امين انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال، وممكن يعني المشكله اللي عند حضرتك تتصلح باعاده التشخيص او اعاده ايه الكشف من مره اخرى عند دكتور متخصص. يعني هنرجع نقول برضو للساده المشاهدين، دكتور متخصص لليد. من فضلكم لو في اي مشاكل في اليد، دكتور متخصص في اليد، عشان المشاكل اللي بتحصل. تمام. سريعا كده يا دكتور، معانا دقيقه ونص. خلينا نتكلم بقى العلاج بقى، يعني العلاج بقى التشوهات بشكل عام. في مثلا نبدا بالليزر مثلا، اهم طرق العلاج. او الليزر طبعا الليزر ده يعني حاجه جديده جدا، عشان الـ 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 اللي هم في السن الكبير يبقى في نقط بني في ايديه، فده بيصلح بيضيع الالوان دي كلها. تمام. وكذلك ملي الدهون ده بيحسن جدا. تمام. بيحسن جدا، ده اللي هو الجديد. تمام. في اول ليزر يمكن اكتر الليزر اكتر حاجه. تمام. دكتور رأفت جوهر خبير التجميل العظيم، منورنا نورتنا النهارده يا دكتور. خلصت يا دكتور. بشكر حضرتك جدا، ان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى قادمه. مشاهدينا الكرام، انتهينا من حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بقدر الامكان وتعلمتوا ان لو في اي مشاكل في الايد لازم يكون دكتور متخصص للايد. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، بشكر الساده المتصلين اللي شاركونا في حلقتنا النهارده عن طريق الاتصالات. من فضلكم تابعونا دائما وابدا على شاشه قناه الصحه والجمال. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لحضراتكم صحه جيده وسعاده ابديه في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. لو دلال يبقى لسه، والسنة دي لسه خاصة، وجبنا من الطريق ريقة للجمال، والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بأنتيكا، زي ما احنا غنينا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا.